ما مستمرة بعدها تجمع المهنيين وعلاقه والحرية والتغيير رفض إنه يتفاوض مع المجلس العسكري لأنه في يدينه دم الشهداء، فإنه حنتفاوض مع الكتلنا. ففي تدخلات خارجية لإنه الناس ترجع تتفاوض وترجع تتفاوض، بس المجلس العسكري إحنا ما ضامنينه يعمل شنو، حتى لو اتفقنا بيرجع ينقض الاتفاق. أهلا بك آلاء في المغرب، كيف تودين التعريف بنفسك؟ أهلا بك وأهلا بكل الشعب المغربي، أنا آلاء صلاح كنداكة. لقبك بأيقونة الثورة في السودان، لماذا هذا اللقب وكيف تجاوبتي مع هذا اللقب؟ اللقب جاء من إنه الثورة انتشرت بقت رمز للثورة السودانية بصورة عامة، فهو إحساس بالفخر وبالمسؤولية تجاه الثورة وتجاه الوطن، إنه أي مكان أنا بكون فيه عشان أقدر أخدم الوطن أطور من السودان إن شاء الله أنا حكون فيه وأقدر على حاجة. هل كنت توقعين هذه الشهرة وهذه الضجة التي أصبح اسمك مرتبطا كثيرا بالثورة في السودان؟ الحقيقة ما توقعتها ولا اتوقعت انه الصورة تنتشر او الهتاف انتشر. نحن من بداية الثورة اي زول قدم للثورة الحاجة اللي بيقدر يقدمها الحاجة اللي بيقدر يعملها، انا كنت بهتف هتفتي في كل المواكب في كل التظاهرات في كل الوقفات الاحتجاجية هتفتي في الميدان، فهتاف كانوا عادي فما توقعت انه يتسلط عليه الضوء. مجرد ما انه الصورة انتشرت العالم والاعلام العالمي انتبه وعرف انه في ثورة في السودان، دي كان في حد ذاتها نقطة تحول في الثورة، انه كل العالم عرف انه في ثورة في السودان، في شعب خارج طالب بحقوقه وطالب باسقاط النظام الفاسد اللي ظل جاسم على صدر السودان 30 سنة، فديك حاجة كانت كويسة شديد. انت آلاء ماذا تغير في حياتك منذ تلقيبك بأيقونة الثورة؟ إنه بقى عليه مسؤولية أكبر، هو إحساس بالتشريف وبالتكليف، إحساس مسؤولية أكبر إنه أقدر أمثل السودان، أمثل أعكس صوت الثورة، صوتنا للعالم. لو تم تخييرك هل كنت ستقبلين هذا الدور؟ لما جاني في البداية أنا ما كنت بز عليه، وبما إنه جاني فربنا بيدي أي زول الحاجة على قدر ما هو بيقدر يدي للحاجة، فربنا أراد كده. ولو تخيرت الثاني أوكي. هذه الزيارة الأولى لك للمغرب، كيف وجدت المغرب؟ أهل المغرب؟ المغرب جميل شديد وشعب جميل وشعب راقي، أتمنى لهم كل الخير ودوام السلام. شكرا لك.